رفعت الأجهزة المحلية درجة الاستعداد بالمحافظات لمواجهة موجة الطقس المتقلب وسقوط الأمطار الغزيرة والرعدية التي تعرضت لها عدة محافظات. وتلقت وزارة التنمية المحلية تقريرا من غرفة العمليات وإدارة الأزمات حول جهود المحافظات والإجراءات والاستعدادات اللازمة لمواجهة موجات الطقس وسقوط الأمطار الغزيرة وتغيرات الأحوال الجوية والرياح الشديدة التي تتعرض لها محافظات الجمهورية، فضلا عن متابعة رفع تراكمات مياه الأمطار وشفطها من الشوارع الرئيسية والفرعية وكافة المناطق بالمحافظات. وتقرر تعطيل الدراسة الخميس بجميع المدارس في ثلاث محافظات وهي الدقهلية والغربية وكفر الشيخ حرصا على سلامة الطلاب، وذلك نظرا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية باستمرار تعرض المحافظات المشار إليها لموجة من الطقس السيء والأمطار الغزيرة وسوء الأحوال الجوية.